شباب روح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. هكذا التواصل المستمر والانطلاقات مستمرة من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الرجن العربية الأصيلة، شوطنا التاسع الخاصة بالحقائق البكار، ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعاية. نسير مباشرة مع البداية مع المركز الأول، أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة هنا مع الصدارة. تتقدم مشاهدين الكرام منصورة بشعار جابر بن محمد بن جابر السناري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته الأولى من خلال أيضا تقدم منصورة مع المركز الأول، بينما النقلة والدور إلى المركز الثاني. مشاهدين الكرام، القادمة في هذا المسار مع ثاني التحديات اللي واصلة في هذا المسار. مشاهدي الكرام، نتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات. هنا وصول من مودة سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي، بينما ثالث المراكز من تصل هنا مشاهدي الكرام شقر محمد بن صالح بن محمد بن مانع، والمركز الخامس وصول وقدوم مشاهدينا الكرام من ذهبة محمد بن حمد بن سالم الجربوعي المري، وخامس المراكز تتقدم هنا الدوحة لعلي بن محمد بن سعيد الصياح المري. هكذا هي الأسماء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن عودة مع الصدارة، العودة مع المركز الأول مع البداية. الله يا سلام، هنا البداية وصدارة الشوط، من تقود الأسماء منصورة، منصورة بتحدياتها المميزة والجميلة، جابر بن محمد بن جابر السناري. ولكن شوف الدخول، وصلت الدوحة علي بن محمد بن سعيد المري، يصل شعار بن الصياح، بينما أرى الوصول والقدوم. يا سلام، شوف اللي واصل أيضا، وصلت هواير سالم بن فهيد بن براك، من يصل، بينما الوصول من شعار بن جبران القادم هنا أيضا. مشاهدين الكرام، مع أيضا اللي قادم الحذرة جابر بن سالم بن جابر بن جبران، بينما المركز الخامس شوف اللي قادمة وصلت في هذا المسار وتقدمت هنا. مشاهدين الكرام، مغادرة حمد بن عبيد بن علي السناري، وأيضا شعار اللي قادم من الجانب الآخر وصلت هيجمانة حصين بن زايد بن سعيد الكميت الخيارين، يصل مقدما لنا شعاره، مقدما لنا تحدياته. عودة مع البداية، عودة مع شعار الخيارين اللي قلب موازين الشوط وانتقل انتقال مباشرة إلى صدارة هذا الشوط. هي جمانة حصين بن زايد بن سعيد الخيارين مقدمة لنا شعاره، مقدمة لنا تحدياته، بينما ثاني المراكز هنا تتقدم مشاهدين الكرام هوايل سالم بن فهيد بن براك، بينما المركز الثالث شعارك يا بن جبران القادم مع المركز الثالث، مقدما لنا انطلاقة ايضا وحضور الحذرة جابر بن سالم بن جبران، بينما السناري رابعا يتقدم من خلال مغادرة حمد بن عبيد بن علي السناري. وصل بن مهيرة، وصل بن مهيرة مقدما لنا شعاره، مقدما لنا السبعة سعيد بن سالم بن سعيد بن مهيرة المري. يا سلام، شوف هذه الاسماء، شوف هذه التحديات، ولكن عودة، عودة مع شعار الخيارين مع البداية. شعارك يا أيضا هنا من يقدم لنا انطلاقة هيجمانة حصين بن زايد بن سعيد الخيارين، ولكن القادمة مع ثاني التحديات شعار بن براك القادمة هنا مع هوايل سالم بن فهيد بن براك، بينما بن مهيرة وأيضا بن جبران ولع الشوط ما بين هذه الأربعة الأسماء. ولكن الله، شوف بن مهيرة، بن مهيرة يبحث عن النقطة الخامسة في هذا الصباح، وصل شعار عبد الله بن جار الله البخيت، ولكن عودة مع ابن مهيرة، مع ابن مهيرة يقدم لنا تحدياته المميزة من خلال تقدم أيضا السبعة، السبعة سعيد بن سالم بن سعيد بن مهيرة. لله درك يا ابن مهيرة، النقطة الخامسة في هذا الصباح، إبداع، إبداع، إبداع يا ابن مهيرة، كعادتك هنا تخطف هذه الأشواط من خلال تقدم هذه الأسماء، من خلال أيضا حضور هذا الشعار الكبير الذي يقدم لنا النوعيات المميزة والنوعيات الجميلة. سلام بن مهيرة، سلام، سلام أيضا على هذا الحضور الكبير في هذا الصباح. لله درك، مشكور، مشكور على هذا الأداء المميز والجميل، شعار نعم كرار وكرار، مشكور يا مخرجنا. سلام وتحية واحترام لبن مهيرة على هذا الفوز، بينما المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدين الكرام، وصل شعار
وصلت هنا من ولي عبد الله بن جار الله بن علي البخيت. والمركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل من هواي لسالم بن فهيد بن براك. والمركز الرابع إذن مشاهدينا الكرام، المركز الرابع وصلت هنا مشاهدينا الكرام الحذر لجابر بن سالم بن جبران. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت هنا مشاهدينا الكرام كان الوصول من ون لعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين. مشاهدينا الكرام، توقيت الشوط الماضي، توقيت الطامي، نعم، 4:45 69 جزءا من الثانية، توقيت الطامي صاحب الشوط الماضي. مشاهدين الكرام، تهانينا والناموس لبن مهيرة على هذا الفوز والانتصار. بينما إذن مشاهدين الكرام، تهانينا لبن مهيرة على هذا الفوز والانتصار. بينما حضر هنا مع المركز الثاني، المركز الثاني وصل هنا شعار البخيت، توقيت الزمن 4:46 51 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس، تهانينا لمالك منو عبد الله بن جار الله بن علي البخيت. بينما المركز الثالث وصل شعار بن براك من خلال ايضا تقدم وحضور هوايل، 4:46 96 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس لسالم بن فهيد بن براك بن فهيد.